أرجوك يا أندريا، يجب أن تساعديني، فليس لي سواك. أنا لا أعرف شيئا عما تتكلمين، ولا أريد أن أعرف، فنحن لم نعد أطفالا. ربما كان بإمكاني إنقاذك في الماضي من مشاكلك مع ناني والأخت بنديكت، غير أنك الآن فتاة ناضجة وعليك أن تتدبري أمورك بنفسك. أنا تقسي علي يا أندي، قالت كلير بانكسار. حان الوقت لكي يقسو عليك أحد. أفسدك عمي ماكس من فرط التدليل وأنت تدركين هذا. امتلأت عينا كلير الكبيرتان بالدموع وأحنت رأسها وتمتمت. أعلم هذا، ولكنك أملي الوحيد وعليك أن تساعديني. هراء، صرخت أندريا بصوت أرادته معبرا وتابعت. ومهما يكن من أمر، نصيحتي إليك أن تذهبي إلى بيتر وتخبريه بالأمر، فأنت ستزفين إليه بعد 6 أسابيع ولن يمكنك إخفاء أي شيء عنه عندئذ. انقطع صوت أندريا فجأة عندما رأت كلير تغطي وجهها بيديها وتجهش بالبكاء، واجتاحها شعور بالقلق وقامت عن مقعدها واتجهت إلى المقعد حيث تجلس كلير وأحاطتها بذراعيها وقالت: ليس الأمر بهذا السوء يا عزيزتي، بل إنه لكذلك. أنا في ورطة رهيبة، وقد لا يكون هناك زواج، وهذا سيجعل أبي فريسة للمرض مرة أخرى، أنا متأكدة من ذلك. يحسن أن تخبريني بالأمر إذن. كانت كلير تتمتع بجمال باهر تصعب مقاومته، كما كانت على اقتناع تام من أن بيتر وحده قادر على إسعادها، وكان هذا هو المهم في نظر أندريا، ولو أنها على يقين من أن بيتر ما تقدم طالبا الزواج من كلير لو لم تكن ابنة ماكسويل ويستون بالذات. حسنا، ماذا يجري إذن؟ فتنهدت كلير من أعماقها وهي تقول: هناك شخص آخر. لم تصدق أندريا أذنيها، إذ كانت متأكدة من إخلاص كلير لبيتر برغم ما عرفته عن نزواتها الكثيرة ومغامراتها التي لا تحصى. هل أعرفه؟ كلا، إنه فرنسي. أحسب أنك التقيته عندما كنت عند مارتن في باريس، قالت أندريا وهي تحاول عبثا أن تسترجع في ذاكرتها ما كانت تذكره لها كلير في رسائلها القليلة، ثم تابعت: إنه ليس جاك يا كلير، إنه جاك. سرعت كلير تنفي هذا، ثم قالت وفي صوتها وعينيها امتعاض شديد: غير أنه السبب في كل ما حصل، لو لم أكن مأخوذة به آنذاك ما كنت لأتورط مع هذا لوفاليه. اسمه لوفاليه إذن، وكيف التقيت به؟ لم ألتقه بعد، أجابتها كلير ورمتها بنظرة شفافة جعلتها تغمض عينيها وتطلب من الله أن يهبها نعمة الصبر، ثم قالت: لا يعقل أن يقع الإنسان في حب شخص لا يعرفه. أنا لا أحبه، قلت لك أنني لم أره أبدا، ولكن عندما تخلى عني جاك من أجل هذه اللعينة جاني، شعرت برغبة في الموت ولم يبقى لأي شيء معنى. وعندما عرض علي لوفاليه الزواج، خيل إلي أن الله أرسل لي ما يصون كبريائي ويحفظ كرامتي. وكيف يعرض عليك الزواج شخص غريب لا تعرفينه؟ أليس هذا ما حصل بالضبط؟ تراسلنا قبل ذلك، إنه أحد أقرباء مارتن، ولكن عائلتها لا تتحدث عنه كثيرا ويعتبرونه كالخروف الضال. كان يقيم في مكان ما في الخارج، وعندما ورث هذا القصر في أوفيرن عاد واتصل بعائلة مارتن حاملا غصن الزيتون على ما أعتقد، لكنهم تجاهلوا بادرته، وعندما لم يجبه أحد قررنا أنا ومارتن أن نبعث له برسالة على سبيل المزاح، ولكنه لم يتأخر في الإجابة إذ وصلت رسالته في البريد التالي. كانت رسالة لطيفة، ولكن بدا واضحا أنه وجد الأمر مسليا وكأنه أدرك ما كنا نرمي إليه، ولكن مارتن لم تعد تجثر على متابعة المراسلة، فتوقفت عن الكتابة خوفا من أن تكتشف عائلتها هذا الأمر وتحرمها من العطلة الرياضية التي كانت موعودة بها. فكتبت الرسالة الثانية بنفسي وأرسلتها له،
وهكذا ابتدأنا نتبادل الرسائل، وأخبرته أمورا كثيرة حتى أنني أخبرته عن جاك، وشعرت براحة كبرى بعد أن أفضيت له بما في نفسي. كان هذا سهلا لأنني لم أكن أعرفه ولم أشعر بأي حرج. بعد هذا عرض علي الزواج، لكن لماذا؟ هل ذكر لك سببا أم أشفق عليك؟ سألتها أندريا مستفسرة، وأجابت كلير ببرود: كلا، ولقد أوضح هذا الأمر جيدا، وجاء عرضه أقرب إلى عرض عمل. قال أنه كان بحاجة إلى زوجة، وذلك لتسوية قضية قانونية. لم يذكر نوع القضية، ولكنه كان قد قال لي أن بوسع أحدنا أن يساعد الآخر، فهو بحاجة إلى زوجة، وأنا بحاجة إلى من ينتشلني من حالة اليأس والضياع التي كنت أتخبط بها. ولقد لمح بأنني أنا التي أوحت له بهذا التدبير. كان عليك أن تضعي حدا لهذه القضية بطريقة ما. خيم صمت ثقيل قطعته كلير بقولها: لقد قبلت عرضه. ولم تسمح لعينيها أن تلتقيا عيني أندريا الكستنائيتين. ماذا فعلت يا كلير؟ لا تنظري إلي هكذا، قلت لك أنني كنت في حالة يأس، كان هذا الحل الوحيد أمامي، وكيف أثبت لجاك بأنني لم أعد أكترث لأمره؟ وبعد صمت قصير تابعت: إنها الحقيقة، ليتني فقط أدركتها آنذاك. هذا جنون، إنه جنون. شعرت بطمأنينة غريبة بعد ذلك، وكنت بالفعل عازمة على المضي في هذا الأمر إلى النهاية، وبدا لي أن زواج العقل هو أفضل زواج. ثم أرسل لي بعض الأوراق لأوقعها، وبعض المال أيضا لشراء جهاز العرس. لم أكن قد أخبرته أي شيء عن والدي، وظن أنني كنت أقيم مع عائلة مارتن على ما أعتقد. وماذا فعلت بالمال؟ سألتها أندريا وهي تحاول أن تستوعب القصة. لم أنفقه بالطبع، أعترف أنني كنت على وشك إنفاقه لولا النوبة القلبية التي أصابت والدي في ذلك الوقت، وعندما أرسلت والدتي في طلبي نسيت كل شيء آخر. قامت كلير عن مقعدها واتجهت إلى مكتب صغير كان في زاوية الغرفة، ودلت إليه بيدها وقالت: المال كله هنا، يمكنك أن تعديه إذا شئت. لا داعي لذلك، دعينا من المال الآن وأخبريني باقي القصة، لابد أن هناك المزيد. ولكنك تعرفين القصة، التقيت بيتر بعد ذلك، وفي الحال وقع أحدنا في حب الآخر وتبخر الآخر من رأسي تماما، ولم يعد يخطر في بالي إلا كحلم مزعج. ومتى أفقت من هذا الحلم؟ سألتها أندريا بتهكم. تناولت كلير حقيبة يدها البيضاء وأخرجت منها رزمة من الأوراق والرسائل وقالت: عندما وصلتني هذه، وصلني الظرف الأول بواسطة مارتين، كان يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالزواج. لم أجبه بالطبع، واعتقدت بأن عدم إجابتي ستجعله يتخلى عن الأمر، ظنا منه بأن رسالة لم تصلني. وهذا لم يحصل بالطبع. كلا، وصلتني رسالة ثانية فورا، وليس بواسطة مارتين، ولابد أنه قام ببعض التحريات واكتشف عنواني بطريقة ما. كان في الرسالة مبلغ من المال، قال أنه ثمن تذكرة السفر، وطلب مني أن أخبره بموعد وصولي إلى باريس لكي يقوم ببعض الترتيبات لاستقبالي، ويرسل سيارة تقلني إلى سان جان دي روش حيث يوجد قصره. كان علي بالطبع أن أجيبه. ادعيت المرض ومرت عدة أسابيع بدون أن أتلقى منه أي شيء، وراودني أمل بأنه تخلى عن الفكرة، وكنت في ذلك الوقت قد أعلنت خطوبتي إلى بيتر، وكان كل شيء رائعا. لكن لم يدم هذا النعيم طويلا، إذ وصلتني رسالة أخرى كانت مختلفة عن رسائله السابقة. كانت بغيضة، ذكر فيها أنه واثق بأنني تماثلت إلى الشفاء، وأن الزواج يجب أن يعقد في أقرب وقت. أحنت كلير رأسها قليلا وتناهدت قبل أن تتابع. لم يكن بوسعي أن أتجاهل تلك الرسالة، كان علي أن أجيب، فكتبت أقول له بأنني غيرت رأيي وأنني لم أعد راغبة في الزواج منه. هل أتيت على ذكر بيتر؟
كلا، لم أخبره لحسن الحظ. قالت ذلك وتجهمت ملامحها وأخذت من بين الرسائل واحدة ناولتها لأندريا وهي تقول: لأنني تلقيت هذه منه، لابد أنه أرسلها حالما استلم رسالتي. فتحت أندريا الرسالة وراحت تقرأ: يؤسفني يا آنسة هذا التراجع المفاجئ في موقفك وعدم رغبتك في تنفيذ العقد الذي بيننا، وعلي أن أخبرك الآن بأنه لم يعد بإمكاني التراجع، وأراني مضطرا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدك لأنك نكثت بالوعد ولم تنفذ الاتفاق الذي بيننا، وأرى من المناسب تذكيرك بأن بين يدي وثيقة تحمل توقيعك وتظهر موافقتك. كانت الرسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة والتوقيع واضح. طوت أندريا الرسالة وهي تشعر بانقباض شديد، وبعد تفكير قالت: أعتقد أنه يعني ما يقوله، وتوقفت عن الكلام عندما رأت النظرة المتألمة في عيني ابنة عمها، لكنها عادت وسألتها: وهل يستطيع أن يقاضيك لمجرد النكوث بوعد؟ لا أدري، لكنه بالتأكيد قادر على إثارة فضيحة كبرى حتى لو لم يكن في نيته أن يرفع الأمر إلى القضاء، وأنت تعلمين أن أصحاب الصحف لن يترددوا في نشر مثل هذه الأخبار، خاصة لأنها تتعلق بوالدي، ولا يجوز يا أندي أن أعرض أبي لمثل هذا الأمر. إذ تسرب أي شيء من هذه للصحف فإن أبي سيصاب بنوبة قلبية أخرى تكون القاضية هذه المرة، ولطالما حذرنا الطبيب بوجوب تجنبه الانفعال والغضب. وما إن أنهت كلير كلامها هذا حتى انفجرت ببكاء مرير تفطر له قلب أندريا التي راحت تهون عليها الأمر وتواسيها. هل ستساعدينني يا أندي؟ لا أدري ماذا بإمكاني فعله، ولكنني لن أظن أنني يجب قبل كل شيء أن نستعيد الرسالة التي تقول أنني موافقة على الزواج منه. قالت كلير وهي تستوي في مقعدها ويعود إليها تفاؤلها، ثم أضافت: وهذا العقد كيف وقعته؟ لابد أنني لم أكن وقتها في كامل قواي العقلية. بالتأكيد، أجابتها أندريا بنبرة جافة وأضافت: وما عساك أن تفعلي؟ هل ستطلبين إليه أن يعيد إليك رسائلك لتتحققي إذا كانت بالفعل تشكل رابطا قانونيا؟ أؤكد لك أنه لن يتقبل هذا. لن يتقبل هذا بالطبع، لذلك يجب أن تذهبي بنفسك إلى سان جان دي روش وتسرقيها منه، لابد أنه يحتفظ بها في مكان ما في قصره. فغرت أندريا فمها مسعوقة وصرخت: هل جننت؟ لن أذهب. ولكنه الحل الوحيد، هل تريدينني أن أذهب بنفسي؟ قد يرغمني عندئذ على أي شيء، ولكنه بالتأكيد سيفرش الأرض بالسجاد لاستقبالي أنا، أجابتها أندريا بتهكم. ربما فعل هذا إذا اعتقد أنك أنا. قالت كلير: إنك فعلا مجنونة. قالت لها أندريا وأضافت بعد تفكير: وهل تظنين بأنني سأهرع إلى فرنسا لمجرد سرقة بعض الرسائل من شخص أنت فرشتي دربه بالورود وقطعتي له الوعود الكاذبة؟ أنت ذاتك تقولين بأنك إذا ذهبت إلى هناك قد يرغمك على أي شيء، وماذا عني أنا؟ أمن يرغمني أنا على أشياء ظنا منه أنني أنت؟ كلا كلا، أجابتها كلير مهدئة وكأنها تطلعها على تفاصيل خطة موضوعة. إذا حصل هذا فما عليك إلا أن تطلعيه على الحقيقة وتقولي له من أنت. حملقت أندريا في وجهها مجدوهة ثم قالت: لقد وضعت الخطة بحذافيرها. بالفعل استحوذت هذه القضية على كل تفكيري ولم أكن لأفكر بشيء سواها، وفي أي حال لن يمكنني الذهاب بنفسي. كيف سأبرر غيابي لبيتر؟ أصبح زواجنا وشيكا وعلي أن أقوم ببعض التحضيرات. لم تعد القضية تتحمل أي تأخير، فقد يحضر هذا اللوفاليي إلى لندن، وعندها سيعلم الجميع ويقع ما كنا نخشاه. أنهت كلير كلامها وهي ترتجف، وكمن تذكر أمرا كان غائبا عن ذهنه أدارت إلى أندريا عينين متوسلتين وقالت: سوف يتخلى عني بيتر إن هو عرف بالأمر،
وسوف تشجعه أمه على تركي، فهي تكرهني. أنا يا أندي سوف أنتحر إن أنا خسرت بيتر. نظرت إليها أندريا ببرود وقالت: بدلا من أن تنتحري، يمكنك عندئذ أن تتزوجي من هذا اللوفاليه. ألم تراودك فكرة الزواج منه في الماضي؟ ظننتك ستقدرين على مساعدتي وستقدرين موقفي، لكنك بدون قلب. أنا أقدر وضعك، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فأنت تطلبين مني اقتراف جريمة. السرقة جريمة يا عزيزتي. ولكن هذه الرسائل تخصني أنا، إنها لي، كيف يكون استرجاع شيء يخصني سرقة؟ حبذا، لو كان الأمر كذلك بنظر القانون. لوحت كلير بيديها وكأن جميع الأنظمة والقوانين في بريطانيا وفي فرنسا يجب أن تخضع لمنطقها هي، وقالت بإصرار: أنا كتبت هذه الرسائل وأنا أبغي استرجاعها، وأنت وحدك تستطيعين أن تقومي بهذا العمل. وكيف بالله عليك توصلت إلى هذه النتيجة؟ وهل في العائلة نزعة كامنة إلى الجريمة لم تظهر حتى الآن؟ كلا كلا، ولكنك يا أندريا خبيرة في حقل العلاقات العامة، ولك دراية في معاملة الأشخاص ذوي الميراث الصعب، وسمعتك طيبة، ولقد قلت لوالدتي الأسبوع الفائت بأنك لك الحق في العطلة. قالت هذا وهي تتفرس في وجه ابنة عمها، ولما وجدت أن ملامحها ظلت جامدة لا تلين تابعت تقول: افعلي هذا من أجل أبي إن لم يكن من أجلي أنا، أنت تعلمين أنه يعتبرك كابنته تماما. قاطعتها أندريا والإحمرار يكسو وجهها: لا أنسى أبدا فضل والدك على مصاريف دراستي، لم يكن عليك أن تذكريني بذلك، ولكن الابتزاز على ما يبدو مرض ينتقل بالعدوى. ونهضت أندريا من مكانها وتناولت معطفها وحقيبة يدها وهمت بالانصراف. لقد أغضبتك، قالت لها كلير، ثم أضافت معتذرة: لم يكن ذلك قصدي، ولكنني قلقة جدا يا أندي. أعلم ذلك، لابد أن نجد حلا، وأعدك بأن أعمل ما بوسعي. هناك حل بوسعي أن أطلب إليه الذهاب، ولكن تصوري يا أندي ما سيحصل، لن يتردد في إقامة الدعوة أمام المحاكم، وسيصل هذا الخبر إلى الصحف، وهذا سوف يدمر أبي، وهو الحريص على البقاء بسمعة طيبة، وإبقاء حياتنا الخاصة بعيدة عن الفضوليين. وازدادت عينا كلير اتساعا عندما خطرت لها فكرة لم تكن في حسابها وصرخت: حتى جاك سيصيبه بعض الرذاذ إذا ما اختار هذا اللوفاليه أن ينشر رسائلي على الملأ. كانت أندريا مضطربة وهي تهبط الدرج المؤدي إلى قاعة الاستقبال في الطابق السفلي. لقد صفعتها الحقيقة في كلام كلير، كان والدها قد توفي وهي في سن صغيرة، وما لبثت أمها أن تبعته، فاحتضنها عمها وجعل من منزله منزلا لها لم تعرف سواه منذ وفاة والديها. وكان عمها ماكس وزوجته ماريان بمثابة الأب والأم لها، ولم يدعها تحتاج إلى أي شيء. وقفت أندريا عند أسفل الدرج وراحت تفتش في حقيبتها عن مفاتيح سيارتها، وراحت الأفكار تدور في رأسها. كانت في لندن عندما أصابت عمها النوبة الأولى، وكانت قريبة منه ومن زوجته التي لازمته طوال فترة مرضه، ولذلك تدرك خطورة وضعه الصحي أكثر من كلير، ولطالما سمعت الأطباء ينصحونه بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفاءه. وجدت مفاتيحها وراحت تنقلها من يد إلى أخرى بصورة آلية، وعيناها مسمرتان على الأرض لا تريان شيئا. لو أن بيتر كان شخصا مختلفا لذهبت إليه طالبة منه النصح، ولكنه بما عرف عنه من تزمت وتمسك بالتقاليد ستصدمه أخبار كلير هذه، وتجعله يصدق تلميحات أمه عن عدم صلاح كلير كزوجة له. وكانت أندريا تعلم في قرارة نفسها أن الليدي كريجي لم تكن متحاملة على كلير، بل حماقات كلير العديدة لافتة للنظر، وقصتها مع جاك واحدة من عشرات القصص، ولم يكن عمها ماكس ولا زوجته ماريان على علم بمغامرات كلير.
قطع عليها تفكيرها صوت باب الفتح. رفعت أندريا عينيها ورأت امرأة عمها ماريان تخرج منه. توقفت عندها وقالت: ها أنت هنا يا عزيزتي، كم هي أنانية ابنتي كلير لأنها تستأثر بك طوال الوقت. أوى عمك ماكس باكرا إلى فراشه هذا اليوم وأنا وحدي، ابقي معي بعض الوقت ريثما نتناول معا شراب الشوكولا الساخن. نزلت أندريا عند طلب امرأة عمها مرغمة، كانت تعلم كم هي متوقدة الذكاء وشديدة الملاحظة، وكان على أندريا أن تتقن دورها جدا لئلا تلاحظ ما كان يعتريها من مشاعر وقلق. تناولت من يدها فنجان الشوكولا وراحت تشربه ببطء وسمعتها تسألها: هل كنتما تتحدثان عن العرس؟ كنا أنا وعمك ماكس في حديث طويل اليوم، قال لي أنه سعيد جدا لكون كلير ابنتنا الوحيدة، فلن يكون من السهل عليه أن يواجه مرة أخرى ما يرافق الأعراس من صخب وتحضير. توقفت امرأة عمها عن الكلام ونظرت إليها بشغف وابتسمت وهي تقول بتحبب: أنت وحدك مستثناة من هذا يا عزيزتي، وعلى فكرة متى سيصل الدور إليك؟ أجابت أندريا بارتباك وتلهثم: ليس في الأفق أحد الآن، بوسع العم ماكس أن يطمئن، فأمامه سنوات طويلة من الهدوء على ما يبدو. أمهلت ماريان النظر جيدا في أندريا ولم تملك إلا أن تلاحظ القوام الرشيق والخصر الناحل والبشرة الناعمة والشفتين الممتلئتين وقالت: أنا لا أفهم شباب هذا العصر، عندما كنت في سنك كان الشباب يتلقفون الفتيات الجميلات أمثالك. لكنني لا أريد أن يتلقفني أحد، فأنا لا أنوي التخلي عن وظيفتي. أحمد الله على أن كلير سوف تستقر أخيرا، كنا قلقين عليها، لم تكن تريد أن تستقر ولم نكن نريد أن نتدخل في حياتها، ولكنها كانت دائما تجعلنا نقلق، لكن شعرنا بالراحة عندما وقع اختيارها على بيتر. أنا أعرف رأيك فيه يا عزيزتي، ولكنه يناسبها تماما، صدقيني. أنا على يقين من هذا الأمر، غير أنني أحيانا أفكر لو أنه كان أكثر، ماذا أقول، تعبيرا. أسعفتها امرأة عمها بالكلمة التي كانت تبحث عنها ثم تابعت: كنت في بادئ الأمر أشاطرك هذا التفكير، ولكنني الآن أصبحت أتساءل عن جدوى إظهار العواطف. المهم أن كلير في غاية السعادة، وهي تقول عن بيتر أنه خجول، وقد تكون على حق، وفي أي حال هذا يفسر سلوكه المتحفظ أحيانا. ربما أنت على حق، قالت أندريا وهي تضع الكوب من يدها، ثم استفسرت عن صحة عمها قائلة: وكيف هو عمي اليوم؟ بخير، يمكنني أن أمنحه شهادة حسن السلوك، فهو يحاول جاهدا أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يثير عواطفه ويشغل باله. توقفت ماريان عن الكلام برهة وأخفضت صوتها وكأنها على وشك أن تبوح بسر خطير، ثم تابعت: ليس من المفروض أن أبوح بهذا الأمر، ولكنني سأقول لك شيئا أتمنى أن يبقى سرا بيننا. هناك كلام عن منحه لقب فارس في الدورة المقبلة، وهذا أمر طالما حلم به وتمناه. هذا رائع، صرخت أندريا بفرح وكان فرحها صادقا وعارما، ثم توجهت إلى امرأة عمها تطمئنها أن سرها في مأمن وقالت: اطمئني، فلن أنبس ببنت شفا، ولكن هل هذا القرار نهائي؟ تقريبا، قالت لها ماريان وتابعت: هذا إذا لم يحدث ما يفسد عليه الأمر، وهذا أحد الأسباب التي من أجلها رحبت بفكرة زواج كلير من بيتر. أنت تعلمين كم عمك محافظ وكم هي آراؤه حول الشرف صارمة، إنه لا يساوم أبدا في مواضيع الأخلاق والأصول والأدب، ولا يمكن أن يرضى عن أي سلوك منافي للأخلاق. كنت دائما أخشى أن تقدم كلير على عمل فضائحي وتصل أخبارها إلى الصحف، والصحف لا ترحم كما تعلمين، ولن يفوت أصحابها فرصة نشر أي مادة مثيرة، وعندئذ سوف يضطر عمك ماكس إلى رفض اللقب. غير معقول، قالت أندريا بقناعة ثم تابعت:
لا يجوز أن يستمر عمي ماكس باعتبار نفسه مسؤولا عن حماقات الآخرين. كلير امرأة ناضجة ومسؤولة عن أعمالها. كلير هي كلير وستظل كما هي حتى لو أصبحت جدة. ماكس متشدد جدا في هذه الناحية، وهو يؤمن بأن الأفراد في المراكز العامة عليهم أن يكونوا المثل الصالح. نظرت أندريا إلى امرأة عمها مليا وقررت بينها وبين نفسها أن تعمل المستحيل لتحميها من كل ما يمكن أن يؤدي إلى حرمانها من هذا الصفاء الذي كانت تتمتع به. ابتسمت أندريا وهي تنهض من مكانها مستأذنة امرأة عمها بالانصراف. حمدت أندريا ربها ألف مرة لأن المسافة الطويلة التي قطعتها من باريس إلى هذا المكان كانت كافية لتعتاد قيادة السيارة في مثل هذه الطرق الضيقة والوعرة. كانت يداها تتشبثان بالمقود بإصرار وهي تصعد في السيارة منعطفا بعد آخر. رفعت بصرها إلى السماء ورأت الغيوم السوداء تتجمع فيها عاكسة على الأرض جوا مكفهرا يقبض الصدر. كانت تغسو رائعا وهي في طريقها من باريس، وأنستها شمس الخريف الذهبية ما كانت سمعته عن طقس أوفيرن العاصف. وكانت قد قرأت في مكان ما وصفا يقول أن الطبيعة في أوفيرن كانت في حرب دائم مع نفسها، وأوحى لأندريا منظر السماء في تلك اللحظة بأن الحرب كانت وشيكة. انقبضت أساريرها وهي تنظر إلى خارطة الطريق وأدركت أن بليز لوفالي لم يكن ينوي تقديم أي تسهيلات وتنازلات لزوجة المستقبل، وإلا لما طلب منها المجيء بمفردها إلى هذا المكان المقفر. اعتبرت أندريا هذا الأمر بمثابة إنذار، فكم يلزمها من الشجاعة والثقة بالنفس لتستطيع العيش في هذه المنطقة الجبلية ذات البراكين الخامدة والتي بدت بيوتها وكأنها شيدت من الحمام الطبيعية، ومن حولها تنطق القساوة واليأس. وكان عليها أن تذكر نفسها بأنها لن تعيش في هذا المكان كل حياتها. وعلت شفتيها ابتسامة ماكرة وهي تتخيل كلير في مكانها. ماذا كانت ستفعل وهي ترى الوادي السحيق وهذه الطريق الضيقة الوعرة؟ كانت بدون شك ستفقد أعصابها وتقف في وسط الطريق رافضة التقدم. أعادتها الخريطة إلى الواقع المؤلم. كان أمامها بضع كيلومترات قبل أن تصل إلى حيث تقصد. على صوت ما في داخلها يطلب إليها العودة من حيث أتت. يمكنها أن تترك السيارة في كليرمون وتستقل القطار إلى باريس، ولكن ماذا سيحل بعمها ماكس وبامرأة عمها ماريان؟ من أجل كلير وحدها أقدمت على هذه المغامرة. حبذا لو استطاعت أن تشاطر كلير رأيها فيما يتعلق بالأوراق، إذ كانت على قناعة تامة بأن أندريا سوف تعثر عليها حالما تصل. ولكن لم يكن هذا شعور أندريا أبدا، ولم تملك أندريا إلا التسليم بما قالت كلير. كانت تحفظ كلمات رسالة لوفالي الأخيرة عن ظهر قلب لكثرة ما قرأتها. من يظن نفسه هذا الرجل؟ وهل كان يعتقد بأن سعادة الناس واستقرارهم هي ملكه يفعل بها ما يشاء؟ وهل كان ليرضى أن تشاطره الحياة زوجة لا تكن له أي عاطفة ولا يربطها به إلا وعد سخيف قطعته على نفسها في لحظة طيش؟ لم تكن تذكر إلا أنه بحاجة إلى زوجة من أجل تسوية قانونية. كانت كلير قد أتلفت جميع رسائله الأولى ولم تحتفظ إلا ببعضها، وكانت هذه خالية من أي ذكر لهذا الموضوع، كما أنه لم يأتي فيها على ذكر مارتين وعائلتها أبدا. وفي أي حال كيف يرضون عنه وهو لا يتورع عن الابتزاز؟ كانت أدريا كلما تقدمت شبرا يزداد قلقها ويشتد الاضطراب في نفسها. إنه ضرب من الجنون هذا العمل الذي كانت مقدمة عليه. إنها لا تعرف شيئا عن هذا الرجل الذي كان بانتظارها. ربما كان مجرما فارا اختار هذا المكان النائي للابتعاد عن الناس، وإن لم يكن كذلك فهو بالتأكيد شخص منبوذ لا يقوى على مواجهة الناس، ولذلك فضل العزلة في هذه الأرض المقفرة. وإلا لماذا يرضى بزواج بالمرسلة؟ لقد قال هو ذاته لكلير بأنه يكتفي بزواج صوري، فلماذا يا ترى؟
بدأ المطر يتساقط ويحجب الرؤية أمامها، ولم تكن المساحات لتساعد كثيرا، واكتمل المشهد: طقس عاصف وسماء ممطرة وطريق مجهولة. حاولت أندريا أن تتصور ردة فعل بيليز لوفاليه عندما وصلته رسالة كلير الأخيرة التي تعلمه فيها بعزمها على المضي في الأمر وتخبره عن موعد وصولها. توقعت كلير وأندريا أن تصلهما رسالة منه ربما فيها تبجح وشماتة، لكنه خيب ظنهما ولم يبعث بأية رسالة، ولذلك راود أندريا أمل بأن يكون قد أهمل أيضا إرسال السيارة، وفي تلك الحالة ستجد أندريا العذر المقبول لتعود من حيث أتت. خاب ظنها للمرة الثانية، ربما أهمل بيريز لوفاليه الإجابة على رسالة تلقاها، ولكن ترتيباته كانت بدون ريب في غاية الدقة. اكفهر الجو فجأة وغابت الشمس وراء الغيوم واسودت السماء وأرعدت، ولو كانت أندريا تؤمن بالخرافات لاعتبرت ذلك نذير الشؤم. عندما وصلت أندريا أخيرا إلى سان جال دي روش، كان المطر ينهمر بغزارة وهي تشعر بألم في كتفيها وتشنج في عنقها وساعديها من قيادة السيارة على تلك الطريق الكثيرة الانحناءات والانعطافات الغير مألوفة. لم تكن القرية تختلف عن غيرها من القرى التي مرت بها في طريقها، مجموعة من البيوت شيدت حول ساحة مربعة في وسطها ينبوع ماء. واستوقف نظر أندريا برج أبيض ارتفع بشموخ فوق كل البيوت وبدا كأنه يناطح السحاب، وكانت الطريق من الساحة تتجه صعودا بشكل حاد. لم يخطئ من أطلق على هذه القرية اسمها، قالت أندريا في نفسها، إذ بدت وكأنها نحتت في الصخر ورأت في خيالها صورة القصر كجسم كبير جاثم فوق أعلى قمة تحته البيوت كلها. تابعت طريقها وألف فكر في رأسها، وفجأة رأت في الضوء المنبعث من سيارتها بناء متداعيا. تمهلت قليلا ومدت رأسها من النافذة لتتبين المشهد بوضوح أكثر. بدا كأحد البيوت التي تشيد عادة قرب بوابات القصور وتخصص للحراس، وخيل لأندريا أنها لمحت وجها في إحدى النوافذ، ولكن ما لها ولهذا البناء المتداعي؟ تابعت تقدمها وفجأة أوقفت السيارة وأطفأت المحرك وحدقت مشدوهة بالمشهد الذي ارتسم أمامها: قصر في أوفيرن. هذا ما قالته كلير، ولم تكن الصورة التي رسمتها أندريا في ذهنها لتطابق في أي شيء هذه الخربة المتداعية التي ينطق كل حجر فيها بسنوات من الإهمال. كان البناء ضخما ومؤلفا من عدة أجنحة وفي وسطها برج جميل، وكان المشهد أشبه بصورة في إحدى أساطير القرون الوسطى، وبدت جميع الأجنحة ما عدا واحدا مهدمة وفي حالة يرثى لها، حتى ذلك الجناح الوحيد الذي بدا صالحا نوعا ما للسكن كانت أبوابه مخلوعة وسطحه تنقصه الحجارة ونوافذه مكسرة. بدا المكان مهجورا تماما، وأوشكت أندريا أن تعود بسيارتها لولا أنها رأت خيطا من الدخان يتصاعد من إحدى مداخن القصر. غمرها شعور بالأسف، كيف وصل هذا القصر المهيب إلى هذه الدرجة من الإهمال؟ وهل كان يظن بيليز لوفاليه أن ترضى كلير وهي من اعتادت حياة الرفاهية والعز أن تمضي فصل الشتاء في هذه المنطقة وفي هذا القصر بالذات؟ سوف تكون بدون شك كزهرة الأوركاديا التي انتقلت فجأة من خط الاستواء إلى القطب الشمالي. أطفأت أندريا أضواء السيارة على أمل أن يبدد الظلام صورة واقعها الأليم. استرسلت في تأملاتها وهي جالسة داخل السيارة. هل كان يعلم يا ترى بيليز لوفاليه بأن كلير كانت الوريثة الوحيدة لماكسويل ويستون، ولذلك كان يصر على الزواج منها بأي ثمن؟ لعله كان يحسب أن الأموال التي ستؤول إلى كلير في يوم من الأيام سوف ترد له المجد الذي غاب. اجتاحتها موجة من الغضب هزت كيانها. ستعرف كيف تتغلب على هذا الرجل الذي كان يهدد استقرار آل ويستون. ضغطت بيدها على بوق السيارة واخترق السكون صوت الزمور معلنا قدومها. انفتح الباب الكبير وظهرت على العتبة امرأة تحمل مظلة سوداء كبيرة.
تأملتها أندريا وهي تجتاز الساحة المفروشة بأوراق الخريف وتسرع لملاقاتها. رفعت أندريا رأسها بشموخ وتناولت حقيبة يدها. تقدمت المرأة من باب السيارة وفتحته، وما إن وطئت قدما أندريا الأرض حتى حمل الريح الوشاح الذي كانت تلف به عنقها وشعرها أيضا، وكان عليها أن تتمسك بباب السيارة لئلا تقع. أهلا بك في سان جان دي روش، قالت المرأة مرحبة وهي تحاول أن تقيها بمظلتها من المطر المتساقط بغزارة. شكرتها أندريا بصوت خافت، وكانتا قد وصلتا قرب الباب عندما تذكرت أندريا فجأة حقيبتها فهتفت: نسيت حقيبة ملابسي. وأرادت العودة إلى السيارة لإحضارها، لكن المرأة أوقفتها وأفهمتها أن شخصا اسمه غاستون سيحضرها في وقت لاحق، وأن السيد هو الآن في انتظارها. وهذا بالطبع أمر فظيع أن ينتظر السيد، قالت أندريا في نفسها وهي تعبر الباب. كان حدث أندريا في محله، إذ كانت القاعة التي دخلتها أسوأ حالا من منظر البناء الخارجي. في الصدر موقد كبير بدا خامدا، لا نار فيه ولا دفء ينبعث منه، وفي الجهة المقابلة استرعى انتباه أندريا قنديل قديم فوق طاولة من خشب السنديان. وعلى الحائط فوق الطاولة رأت أندريا صفوفا من الرفوف على شكل خزانة عرضت فيها مجموعة من البنادق المختلفة الأنواع، وعلى الأرض بضع قطع من السجاد لم تغب جودتها عن أندريا برغم القدم الذي احتراها. وضعت المرأة المظلة قرب الباب في خزانة فيها عدد من العصي القديمة، ثم استدارت إلى أندريا وعلى وجهها ابتسامة عريضة وقدمت نفسها على أنها السيدة بريسون مدبرة المنزل. جالت بعينيها في أرجاء المكان وكأنها تعتذر عن حالته العامة التي آل إليها. لاحظت أندريا بتهكم أنها لم تكن خير دعاية لمقدرتها على إدارة شؤون البيت، ولكن تابعت أندريا تفكيرها: هل كانت مدبرة منزل بمفردها لتخترع المعجزات؟ كان هذا المكان بحاجة إلى جيش من مدبرات المنزل. توقفت المرأتان أمام باب ضخم بدا أن الدهر أكل عليه وشرب وترك عليه أثارا لا تمحى من الخدوش والنقر. طرقت السيدة بريسون الباب طرقات خفيفة ومتلاحقة ودفعته بيدها وهي تنحني جانبا مفسحة المجال لأندريا لأن تتقدمها. دخلت أندريا الغرفة بحلق جاف وقلب واجف. بدت الغرفة الصغيرة بجدرانها المغطاة بالستائر من السقف إلى الأرض مريحة إلى حد ما، وكان في وسطها طاولة كبيرة عليها مفرش ناصع البياض وفوقه بعض أواني المائدة الفضية، وكانت النار المشتعلة في الموقد تبعث في الغرفة دفئا مريحا. بجانب الموقد وقف رجل طويل القامة نحيل لدرجة الهزال تقريبا، كان ينتعل جزمة سوداء لماعة من النوع الذي يستعمل في ركوب الخيل. شعره الأسود أطول بقليل من الزي السائد، وبدا بأنفه الأقنع وفمه القاسي ووجهه المتكبر مختلفا تماما عن ذاك الخصم الذي كانت قد رسمت له صورة في ذهنها. لا تمت إلى هذا الواقف هناك بأية صلة، شعرت بارتباك واختلطت مشاعرها. فالخصم الذي رسمت صورته في رأسها رجل متقدم في السن غليظ القامة وجلف بخلاف هذا الرجل الواقف أمامها والذي بدا في الثلاثين من عمره وعلى قدر لا يستهان به من الجاذبية. أدار الرجل رأسه فكتمت أندريا شهقة كادت تفلت من بين شفتيها. كانت فوق خده الأيسر آثار جرح عميق امتد من أسفل العين إلى منتصف الفك. لم تكن كلير قد ذكرت لها أي شيء عن ندبة فوق وجهه، ولكن كيف لها أن تعلم بهذا؟ هل كان هذا السبب الذي جعله يختار زواجا بالمراسلة؟ مسكين هو إذن. أوقفت نفسها من الاسترسال في هذا الشعور، فالشفقة لرجل مثله مذلة. ظهرت على وجهه ابتسامة ساخرة وكأنه قرأ ما كان يدور في رأسها من أفكار وما يختلج في نفسها من مشاعر. شعرت بعينيه الثاقبتين تخترقانها اختراقا وتنفذان إلى أعماقها، وبصوت عميق وأجش قال: وصلت أخيرا يا حبي.
ولم تغب عن أندريا رنة الاستهزاء في صوته، وفي لحظة كانت بين ذراعيه وكأنها في حلم، ولم تجد في نفسها القوة على دفعه عنها أو الابتعاد عنه.